السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب صباحكم مشاهدين الكرام. مهرجان جائزة الملك عبد العزيز النسخة الثالثة ننقل لكم اليوم فئة 30 حمر، فتابعونا للتغطية. مشاهدينا الكرام، تتواصل التغطيات ومن خيمة ملاك مع أحد المشاركين الأخ نايف بن عبد المحسن الراجحي، يقول صبحك الله بالخير يا عبد المحسن. صبحك الله بالنور، الله حي الله حيك وحي السادة المشاهدين ومتابعين للإبل وجميع جمهور الإبل وعشاق الإبل. اليوم مشاركين في 30 حمر. اي نعم، إن شاء الله مشاركين في 30 حمر، مشاركين في 50 حمر. نسأل الله التوفيق لنا وجميع المشاركين إن شاء الله. اللهم آمين. كيف تشوف شوط اليوم؟ قوي؟ والله شوط اليوم قوي وما شاء الله مشاركين، العدد لا بأس بهن اليوم إن شاء الله. السنة هذه أفضل من السنوات الماضية من ناحية الترتيب، من ناحية التنظيم، من ناحية تحت الحلال. طبعاً التنظيم فرق كبير من تنظيم السنوات الماضية، والحلال تغير السنة هذه، الحلال تطور وزان وجاء حلال أول مرة نشوفه السنة هذه. عززتوا السنة ذي؟ والله الله إن شاء الله معززين. كم عززتوا به؟ والله يعني بعدد لا بأس به إن شاء الله. وش آخر مشترياتكم؟ والله عدد المشتريات ما توقف كل يوم إلين ندخل مع الشبك. ولك التوفيق والنمو. اللهم آمين إن شاء الله. شكرا لك طال عمرك. الله يجزاك خير، ونشكر قناة الساحة على تغطيتها ومتابعتها لملاك الإبل والعشاق وهاوين مهرجان الإبل. شكرا لكم. العفو مرحبا. الله يبارك. لا العز ياس من يحبونه جنوب وشمال، وتعرفها الأرض قبلنا وخاوتها على ظهور الجمال الخخطام الجمال، واحد يدين العباد وجمع اشتاتها، وهدم صروح الضلال وتبعين الضلال، وصخرنا عاتت الأرض وطوع طغتها. كما نلتقي بأحد المشاركين الشيخ هادي ابن ناصر ابن فصله، ونقول له صبحك الله بالخير يا ابو ناصر. مرحبا، الله يصبحك بالنور والسرور. علو مشاركتكم اليوم يا ابو ناصر؟ لا طيبه، ابشرك مشاركه طيبه، ومشاركين مع رجال نعتز بمشاركه معهم، والحمد لله والجو زين، وكسبنا شوفتكم الحقيقه اليوم بعد انتم يا اعلاميين اللي نفتخر الحقيقه دائما بالالتقاء بكم. لنا الفخر والله يا ابو ناصر، وانتم معززين السنه ذي. والله أكيد يا طول العمر، لا أي رجل مالك حلال وبيشارك في منافسة مثل جائزة الملك عبد العزيز لابد يعزز، والتوفيق بيد الله. فيه ناس تعزز يا طول العمر يوفقون في حلال طيب، في ناس يعززون ولكن في حلال يا طول العمر منه أطيب، ولا تعزيز كل اللي يشاركون يعززون. ترى العام شاركته في الحمر في نعم الثلاثين نعم
وحصلتوا على مركز اي الرقم الثاني. كيف تشوف السنة هذه أفضل من السنوات الماضية؟ من ناحية إيش؟ من ناحية التنظيم، من ناحية الحلال، من ناحية الأسماء اللي شاركت، أسماء قوية. إيه والله طول العمر شوف، من ناحية التنظيم، التنظيم فعلًا في تطور وملموس على الواقع. أما من ناحية الحلال السنة هذه طبعًا أقوى، لأن هالمية نزلوا في الخمسين وفي الثلاثين، وأصبح فيه هناك احتدام قوي في المنافسة. نعم. فالك التوفيق والناموس يا ابونا. الله يوفقنا وياكم، يوفقنا ويوفق جميع المشاركين والحاضرين. والحقيقه طول العمر المكسب من هالمشاركه هو تجديد العهد بهالرجال اللي انت نافس معهم، وحقيقه محبه في الجائزه وافتخار بمشاركه الرجال اللي معنا، هم يدفعون المشاركه كل سنه. شكرا لك طال عمرك. الله يحييك. اهلا وسهلا، مرحبا بكم. متابعينا الاعزاء، تتواصل التغطيات ومع الاخ محمد بن مسيفر الصواط، ونقول صبحك الله بالخير. يا هلا، صباح النور. علوم مشاركتكم اليوم؟ والله علوم طيبه، بشركم مشاركين مع ربعنا وان شاء الله علوم زينه باذن الله. مشاركين في 30 حمر اليوم؟ مشاركين في 30 حمر، نعم. كيف تشوف الشوط اليوم؟ قوي؟ والله شوف الشوط قوي، نعم، ما يحتاج. عززتوا السنه ذي؟ والله لا بد، اي واحد يشارك عززنا وشرينا. وش اخر المشتريات عندكم؟ والله قدام يومين. كم عززتوا به السنه ذي؟ والله بعدد طيب، يعني عدد زين. يعني تشوفون السنه هذه افضل من السنوات الماضيه؟ والله شوف الحاله السنه ذي قوي صراحه، والعنف الحمر قوي اقوى من السنوات الماضيه. نعم، تنافس قوي. كلمتك لنادي الابل؟ والله كلمتي اقول بيض الله وجههم على التنظيم وعلى البوابات دخول البل وخروجها، صراحه تنظيم رائع، يشكرون عليه. والله يوفقنا ويوفقهم ان شاء الله. نشكر جميع الجانب المشاركين في هذا المهرجان. الله يوفقنا ويوفقهم. فالك التوفيق والناموس. امين، وشكرا لك في الساحه لكم. شكرا، الف شكر. مرحبا، حياكم الله. والف المنال حسن ايه من ايات الجمال، من مضياه للبلاد ومن ثقافتها. سبحان من سخر الخلق حركاته. مشاهدينا الاعزاء، تتواصل التغطيات ومع الاخ عبد الله بن محمد بن عوده العتيبي، نقول صبحك الله بالخير يا ابو محمد. صبحك الله بالخير يا محمد، الله يبارك في عمرك. وش حالك؟ طيب والله بخير بعافيه. علوم مشاركتكم اليوم؟ والله مشاركه الحمد لله مع زملائنا مشاركين فئه 30 حمر السنه. ايه والامور طيبه، كل شيء الحمد لله، مبسوطين. كيف تشوف الشوط اليوم؟ قوي؟ والله قوي طبعا، اكيد في وجود اسماء مثل ابو ناصر الفصلة والراجحي وبالرفعان والصواد وغيرهم، أكيد أسماء قوية طبعا، قوية ولها تاريخ وخبرة ما يستهان فيها. عززت السنة هذه؟ والله عززنا باللي قدرنا عليه. وش آخر مشتريات عندكم؟ والله نشري بكار، آخر ما شرينا أمس. آخر شريحة شرحنا أمس، وقبله ثنتين شرينا حوالي 12، شاركت بعشر يمكن أو 11. ونتمنى الله التوفيق لنا ولزملائنا. مجرد يعني مشاركه في المهرجان هذا هي الفوز، هذا يكفينا. قلت صدورنا والحمد لله، انا مبسوط اني جالس مع الاسماء هذه وفي نادي الابل وفي المهرجان ومشارك في جائزه الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، وهذه مجرد هذا الشيء فوز. كيف تشوف اليه الدخول والخروج؟ جميله جدا، ولا يمكن تكون افضل من كذا ابدا، واهل القائمين على النادي هم ابخص، ولكن انا اشوف انه فوق المتوقع يعني طيبه. فالك التوفيق والناموس. وخالك يا محمد. شكرا لك. الله يسلمك. رفرف يا رايه المملكه فوق الساحه، واطرخ
مشاهدينا الاعزاء تتواصل التغطيات ومع احد المشاركين طلال ابن سليمان البقمي ونقول صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير، هلا حياك الله، طول عمرك يحييك. علوم مشاركتكم اليوم؟ والله مشاركه مع زملائي الحوات الغانمه طيبين وروسهم طيب وحالهم طيب، مجتهدين وحنا مجتهدين، وشوط ناري. هل 150 و30 اجتمعوا اليوم، يعني اجتمعوا هل النخب وهل 50 و30 اجتمعوا في شوط واحد، شوط مفتوح. أول مشاركة لكم دي؟ لا لكلوا، مشاركات عديدة لي في مرقيبة وفي الكويت وفي الصياد العام مشارك هنا. كيف تشوف السنة هذه أقوى من السنوات جداً الماضية؟ جدا جدا جدا، من ناحية الحلال ومن ناحية حلال قوي جدا. والله يا أخوي النادي، يعني من كلامي هذا يمكن بعض المشاركين يمكن يعني يمكن فيه يعتبرونه مجامل للنادي، أنا ما أجامل النادي، هم عندهم رؤية أن يوم لغوا شوط المية يبون هل 30 و50 الحمر يجتهدون ويجي حلال قوي، يجي منافسة قوية. العام كانت منافسات والأرقام المتقدمة، والباقي كانت والله آثار، يعني حتى كتكاتات أشواط لها صحيح لهم وجهة نظر أن يعني الناس تبيع والناس وتطور، وأي مشارك حتى لطلع العاشر ترى كل سنة بيجي أقوى، يحاول يتقدم يحاول يتقدم. لكن الشوط هذا إذا هو مرة واحدة وما تكرر صراحة فكرة جدا ممتازة، لكن نطالبهم نقول لابد يرجعون شوط 100 و50 و30، يعني كل شوط مستقل. عززتوا السنة ذي؟ جدا اي والله عززنا. كم عززتوا به؟ احنا لازم نعزز إذا قدام الرجل لازم نعزز ولا منتراجع، لكن عززنا طال عمرك بثمان مشتريات. مشتريات وانتاج يعني 2 و6 مشتريات، 7 مشتريات و9 2 انتاج. وش اخر مشترياتكم؟ والله البارح في الليل، اخر مشتري البارح في الليل، ما نقلت ملكيتها الا قبل الساعه 8:30 الصباح. تعلنون ايش اسمه؟ الاسعار ولا هذه خاصه فيكم؟ والله خاصه فينا، خاصه فينا. وهي والله الاسعار مره تشري واحد شيء غالي ونفعته تكون دون شيء، مرة تشتري شيء مناسب على توفيق الله، مو بلا يعني نظر ولا يعني زود كثرة مال، هي توفيق رب العالمين. فالك التوفيق والنموذج. الله يوفقنا وياك. شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك، شكرا لقناة الساحة، مرحبا أنا. مشاهدينا الكرام تتواصل التغطيات ومع رجل الأعمال وصاحب الإنجازات عايض بن رفعان العاطف، ونقول صبحك الله بالخير. مرحبا ومساء، صباح النور والسرور يا رب. كيف حالك؟ طيب اللهم لك الحمد والشكر يا رب. علوم مشاركتكم اليوم؟ والله مشاركين قبل كل شيء متوكلين على الله عز وجل والحلال طيب، ونقول يا كريم يا رب. مشاركين في 30 حمر؟ اي نعم. كيف تشوف شوط اليوم؟ والله أنا ما شفت من الحلال شيء، لكن أكيد أنه بيجي الحلال قوي، والمهرجان بتنظيماته وباجتهاداته وباللي قاعدين نشوف بين كل ثانية، بين كل ثانية في تغيير جديد، وبين كل دقيقة وفي كل ملاحظة حسنة قاعدين نشوف، ما هو بجيك حلال طيب، وكل مجتهد وكل جاي يبي المراكز المتقدمة ما في شك. عززت السنة دي؟ أيوة عززنا والحلال طيب، أبشرك والحمد لله رب العالمين. أبو رفعان هذه النسخة الثالثة، والنسخة الأولى والنسخة الثانية حصلت على المراكز الأولى، النسخة الثالثة توعد جمهورك بالمركز الأول؟ هو شيء الحمد لله، شاركنا في النسخة الأولى خذنا الأول في 100، والنسخة الثانية كذلك الأول في 100 للحمد الشكر، وكذلك النسخة الأولى والثانية الفرديات كلها أخذنا الأول الأولى، والنسخة الثانية أخذنا الأول، والنسخة الثالثة ما شاء الله أخذنا الفرديات في الدق والجل، ولله الحمد والشكر. توعد جمهور شاء الله وداخل اليوم بالثلاثين، وبكرة إن شاء الله بالنخبة، ونقول يا كريم فالك التوفيق والناموس. من يقول الله يجزاك خير. شكرا لك طال عمرك. الله يرضى عليك يا رب. مرحبا.